بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله. تكست posé sur la plateforme de l'Oasis de l'Excellence par notre très cher معلم حفظ الله عنه وعن والديه. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، وعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب، هم ناصروا المختار في تبليغه، فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم، وتجرؤوا ورموهم بسباب. سبوا خيار الخلق من لهم العلا، ولهم المقام في ذرى الأحساب. من قبل صرح أعوج عن حقده، في سب شيخ متق نواب. يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب. واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافر كذاب. آذى النبي محمدا في عرضه، سيعمه ذل وشر عقاب. آذى النقية بنت خل المصطفى، فليخسأن فسعيه كسراب. هاتيك أم المؤمنين وفضلها، يروى لنا في سورة الأحزاب. يا أم إني قد كتبت مدافعا، والدمه مني كالندى المنساب. من ذاك يجرؤ أن ينال لسانه، من زوج خيل العجم والأعراب. يا من زعمتم حب آل نبيكم، أخذت جماجمكم من الألباب. تمشون في درب الضلال معتب، قد كفيت عثراته بضباب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب. والحمد لله رب العالمين.